بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم اعزائي مشاهدي قناه الاهلي في برنامجكم ملك وكتابه. وجرت الامور كما خطط لها. ابراهيم اهلا بك يا باشمهندس، اهلا بكم اعزائي المشاهدين، وحلقه جديده من ملك وكتابه ولقاء الخميس. كما خطط لها. بص يا استاذ ابراهيم، في الحرب، في السياسه، كما في الحياه، تدخل معركه ما، هناك اهداف مباشر. ايوه. واهداف استراتيجيه. بعيده شويه. يعني في الحرب مثلا انت بتضرب هنا هنا، بس انت هدفك الاستراتيجي ان لما يحصل مثلا انسحاب يبقى في مساومه، انت عايز ايه؟ فتاخد دي. يبقى حققت الهدف الاستراتيجي ولم تفز في المعركه، او لم تحقق الهدف العسكري. في النصب وفي النشل، حراميه الاتوبيس. خناقه وزيطه هنا، بس الزبون اللي هيتنشل اهو. ايوه. يتسرق الزبون بعدين بيعمل كفر. يا جماعه وحدوا الله وصلوا على النبي وبوسوا بعض وانزلوا. والراجل اتسرق. الاهداف الاستراتيجيه هي الاهم. قعدنا منشغلين، خلي بالك. النادي الوحيد اللي بيفضل قبل كل مبارياته عنده مشكله ما. هلعب امتى؟ هلعب بايه؟ بجمهور ولا مش بجمهور؟ ايوه. ثم التحكيم. انا توغشت جدا قدام الناعم اللي كان بيتواتر قبل المباراه، لكن لحد الساعه 11 بالليل انت بتكابد ازمه. امبارح. وهو الكابتن مدحت سلبي اشار كده ان يعني يا جماعه ما ينفعش كلمه الانسحاب، وعايز تناقش في الغرف المغلقه. حاولت اناقش اتحاد الكره في الغرف المغلقه، كابتن خطيب مستنيهم من الساعه واحدة ولا اتنين الظهر يردوا لحد الساعه ستة ونص، مفيش حد بيرد عليه. رد عليه في الاول الساعه واحدة رئيس الاتحاد وقال له هرجع لك هرجع لك باذن الله. مفيش. قفل تليفونات. الراجل طب هيعمل ايه؟ ستة ونص، لا التذاكر اتبعتت ولا في جواب جه النادي الاهلي بيقول الماتش بدون جمهور. طب ابعتوا لنا جواب بيقول يفرض عليك امر واقع وما لا بيسيبك لاستنتاجاتك ويسيب هو قراره على ضوء بقى تتكلم يقول لك وحد قال لك. فين الجواب اللي اتبعت لك؟ بقينا مش عارفين هو وصل له جواب وما بعتوش، ولا من الاصل ما عندوش جواب. فخلاص يبقى لازم مجلس اداره عشان المجلس كله يعيش الموقف ياخد قراره. ثم تنفرج الازمه. وانفراجه لازم يجي من الناس العاقله الكبيره. اللي ما يرضهاش هذا الاسلوب. طبعا. واللي بنحييها وبنشكرها. قيادات استطاعت انها تحل الازمه في 5 دقائق. لان اصلا ما فيش ازمه. طب الهدف من كل ده في وسط الزيطه بقى، وانت قاعد بتقول خلاص بجمهور يا جماعه، يقول لك واعلان حكام المباراه. ايوه. يا استاذ ابراهيم، انت عمالين بنتكلم والنادي الاهلي لما دفع فلوس دفعها في بضاعه ما جاتلوش، لازم اتحاد الكوره يرجع له فلوسه. ايوه. اتحاد الكوره بعت لك جنب بقول لك من احدى الدوريات المصنفه الكبرى وحدد لك 5 6 دول. رحت جبت له كل الشروط التي لا ينبغي ان تنطبق على الحكم المرشح. جبته من دوله من الدول كرواتيا. وجبته ملوش تصنيف. هيقول لك اصل مش عارف كاس الامم ايه، كله كلام غير مؤكد. وغير هو فين في الاخر؟ هو مقيم الشهر الماضي في السعوديه. فين؟ في السعوديه. انت بعت لي تحليله كده. عدد الماتشات اللي ادارها في السعوديه يعني في الشهرين الاخرين من اكتر من اللي ادارهم في بلاده. لا يعني هو لحد قريب كان هناك. اه طب هو ده عيب؟
ده انت ما بتجيبش حتى من الامارات، هي مش عيب بس يا اخي درءاً للكلام. هو العيب دلوقتي فين؟ انه اصبح في تداخل، في تداخل بس لا في، وبقى اوير وهو قاعد هناك حاسس طبعًا بالمشاكل طبعًا وعارف ان في مشاكل وفاهم وفاهم انه جاي ما يعملش مشاكل. طيب هو الحكم اثر على نتيجه المباراه؟ هنشوف دلوقتي اثر ولا ما اثرش. هو انت فاكر الماتشات اللي زي دي يا استاذ ابراهيم انت محتاج من الحكم ايه؟ قرار ولا اتنين بس؟ ايوه. انذار ولا اتنين بس؟ احمد فتحي ياخد انذار غير مستحق يبتدي يخلي باله ما يخشش بنفس الجراه في نفس الاماكن يتيح الفرصه. هو احمد بيقول له ما لمستوش، ما لمستوش طبعا ما لمسوش اهو. يعني فالهدف الاستراتيجي تحقق بانه مرر طاقم التحكيم. والحقيقه يعني الاصرار على هذه المخالفات من جانب لجنه الحكام، مخالفات المواصفات من لجنه الحكام غير مفهوم. لا خلاص بتوضح ان في لا مفهومه بقت خلاص. ايوه خلي بالك اللي احنا مش بنقول مش ليس كل ما يعرف يقال. ولكن ولكن أيوة. الايام هتقول كلام كتير جدا الايام، لان الظرف ده هيعدي وهينتهي، والمكابده التي يكابدها النادي الاهلي مش هتستمر للابد. انت تعاني وحدك اذا كان في اهداف ملغيه انت اللي بتتحملها، اذا كان عدم ضربات جزاء غير محتسبه انت اللي بتتحملها، زي ما هنشوف دلوقتي حاجه مستني ايه؟ لعيب بيلعب الكره عالية منه، لا في لعيب احمر جنبه راح مادي دي عاملها كده اهي اهي اهي. وكل اللعيبه بص رسغي يده، لا انا عايز يجي من ورا تشوف رسغي يده، بص بينزل بيزق الكوره. استفاد منها ولا لا؟ استفاد. لو هو ما لمسهاش بايده الكوره راح على الاهلي بشكل مباشر. طب ما حسبهاش ليه؟ ما شافهاش قدامها. ما حسبهاش ليه؟ دي لو في اي حته في الملعب هيحسبها طبعا. لقاها جوه. لقى رجله على الخط معفراه وهو عمودي عليه وشايف في الارض. وايده اهي شوفها، شوف شوف رسغ ايده دلوقتي هيعمل ايه لما تطلع. بالراحه كده زراقيس الباليه شاف عملها ازاي. شوف الزقه، شوف الدفعه اللي برسغ اليد، شفتوا الدفعه اللي برسغ اليد تاني. ده زي لعيب البوله. بص ايديه طالعه في الهواء يا زي بتوع البولي، عمل بلوك يا حبيبي. لو ما لمستش بايده هي راحة للاهلي على طول يعني، وعشان كده زقها بايده. رسغ اليد بيدفع الكره للاسفل. كره ما... طب الكره دي طبيعي تمشي تروح فين يعني؟ ما علينا. اذا هناك اهداف استراتيجيه تم تحقيقها بالكامل. يعني انت تقصد برضه عشان تبقى المساله بسيطه، عملوا ازمه في موضوع الجمهور والدخول والمشاكل علشان تتمرر من خلالها موضوع اختيار الحكم ونوعيته. اصل انت الجمهور الحمد لله نزل وكان تمام يعني. شوف وده لما خد كل الضرب ده وزعل انه خد انذارات. ما علينا، بس دي خلاص دي هي كده من بره وبانذار. يعني هي دي بقى شطاره الحكم. لما يعرف ان القرار ده واضح قوي 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 لازم يتاخد فيه قرار يعني يظهره في مظهر محايد بياخده. لكن ارجع اقول تاني ليه؟ انا عايز اتحاد الكوره بقى يقول لي اصل الوقت ما كانش سامح. ماشي. قول لي فين الخطابات؟ طلع لي الخطابات اللي كلمت بيها الاتحادات. وردهم عليك. هو ده مش حقي؟ طبعا. هو انت مش واخد مني فلوس؟ انت مش بتجبي على حد. ايوه. انا ماتشي هما تجيب لي بفلوسي حكم عارف انه قبل الماتش انا عارف و90% من الناس عارفين ان اذا خسرنا هيكون سبب خسارتنا. هي برضه لان احد الاسباب بلاش سبب احد الاسباب. لانه احنا بنتكلم على الاختيار. هو انت محتاج كم قرار في ماتشات مقفوله او فيها نديه؟ باشمهندس انا لما اتكلمت الحلقه اللي فاتت على حرج الاختيار من حكام الدوري السعودي، خلينا نسمي الاسماء بمسمياتها بشكل واضح وصريح لانه ما ينفعش الا الوضوح.
طلع الصديق العزيز استاذ احمد عفيفي وقال لك ان انا قلت ان احنا عايزينه يكون من حكم الصف الاول في اوروبا ما يكونش بيشتغل او بيدير في الدوري السعودي. قال لك طب ما الدوري السعودي بيجيب حكام النخبه الاوروبيه. كلام جميل. اوكي. هو هي السعوديه كدوري ما احتكرش كل حكام النخبه الاوروبيين وليكن. هو ايه فكره الدوري السعودي وحرجه؟ الدوري السعودي فوق راسنا من فوق. بس انا بتكلم على تعارض المصالح في هذا الاختيار. انت بصدد مباراه مع منافس صاحب النادي ورئيسه او صاحب النادي ومنشئه مسؤول في الدوري السعودي وهو صاحب فكره استخدام الحكام الاجانب وعلى اتصال بالدوري حتى وان كان طبيعه المنصب مختلفه دلوقتي. لكن هو احنا مش بنتكلم على انت ازاي تقدر تدرأ اي شبهات؟ مش احنا بنتكلم على اعلى معايير الشفافيه والنزاهه؟ احنا مش بنتكلم على انت كاتحاد كره مصري هي دقت في وشك خالص؟ يعني الفكره الاهلي يدفع فلوس ويتكلم على طبيعه الاختيار فتجيب حكم لعب في الشهرين اللي فاتوا لعب في الدوري السعودي اكتر ما لعب في الدوري الكرواتي في الشهر اللي فات. كابتن عصام عبد الفتاح بيطلع لك لسانه. اه ناقص يطلع لنا لسانه. جاب لك كل الشروط اللي انت معترض عليها. يعني انت ممكن تجيب لي واحد من صربيا بس هو يعني ايه اجنبي؟ يعني من دوري اجنبي بيحكم في دوري اجنبي عشان يبقى بالمواصفات الاجنبيه اللي انت عايزها والا تخليك في المحلي. لكن لما يبقى هو اجنبي لكن معظم نشاطه في الخليج ما يبقاش هنا ده هو اجنبي زي ما اكون انا مهندس امريكاني بشتغل في حته ده مقيم مش حتى زائر يعني ده مقيم. ما انا بقول لك يكاد 23 مباراه يكاد يكون مقيم. فانت في الحاله دي ما ينفعش تقول لي انا جبت لك حكم اجنبي. ده مش حكم اجنبي. اجنبي يعني ايه؟ يعني من دوري اجنبي يعني مش عارف حاجه عنك يعني هو خلاص يعني غير متاح تحقق الهدف الاستراتيجي معاه. والكلام هيبقى يقول لك عشان خسروا مش عشان خسروا. طيب نيجي بقى عشان خسروا بقى لانه احنا دايما وابدا بنتكلم بشكل واضح وصريح والمصلحة الاهلي والفرقه بكل الوضوح. انت عملت تشكيل لعبه المباراه كل الناس عندها تحفظات على طبيعه الاختيار. لكن حتى مع هذه التحفظات على طبيعه الاختيار والتشكيل والتعديلات الكتيره الاهلي في المباراه صاحب عدد من الفرص والمواقف الهجوميه اكتر بكتير جدا من المنافس اللي فاز بالمباراه والكل شاف ده. وماذا بعد؟ انت خلقت عدد من الفرص خمس ست فرص. انا رايي البسيط جدا ما يصحش يضيعوا من لعيبه كبيره. وقلنا كتير قبل كده يا جماعه لازم نعد على الفرص احسن من كده. احنا بنضيع فرص وفرصه زي ديت تقدير وليد ازارو ليها خد على صدره للشناوي وعنده وقت كافي ان هو يريحها مع نفسه كويس ويسيطر على كورته ويجيب جون بالشكل اللي يريحها. بس تهدئته ليها على صدره بقوه زياده راحت للحارس. فرص كتيره بتضيع لازم نكون حريصين عليها اكتر من كده. لانه انا عايز الكره دي اجيبها بقى لان ايه حتى الكابتن سمير ما خدش باله منها كويس. يعني واحنا ماشيين بتاع جيرالد وانا خارج قلت له قال لي الزوايا اللي اتعرض بص بالراحه بقى هنا هو لا كادر قبل كده في بص ايوه هيحصل دفع ومسك وبعدين يسيبه. لا في لقطه ثانيه هتيجي من ورا هتبين قوي اهو بص الدراعين بترفعوا يعني هو ماسكه من دراعه فجيرالدو بيرفع ايده فايد الراجل الثاني بتترفع معاه غصب عنه. اهي 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 هات قبل كده كادر برضه قبل كده ايوه ابتدي بقى من هنا واحده اثنين ثلاثه نشوفها بقى بالبطيء بص الايدين طالعين مع بعض ازاي وراح سايبه. فمحدش يقول لي ما فيهاش ماسك، لا فيها ماسك. اذا احنا بنتكلم على طيب احنا ضيعنا الفرص اللي لاحت ضيعنا فرص ضيعت فرص كتيره للمره الثانيه والثالثه والعاشره. لاعبتنا لازم أن تكون تركيزها اعلى من كده بكتير قوي في التعامل مع الفرص المتاحه. دي معقوله؟ يعني دي ما يعني عشان تتحط في الارض يعني لازم هتعمل. ازارو الماتش اللي فات جايب جون
عشان تتحط بالارض لازم هتعلى بشكل مباشر في الشبكه. فبالتالي اهي نقراها تحت منه لازم هتعلى، يعني بديهيا جدا لازم هتعلى. من مره واحده في الشبكه جون في اي حته. اهي برضو يعني دي طبعا حسين لو لحقها طبعا كانت جون. دي حسين يعني هو لا لعبها في الجون ولا لعبها لجيرارد؟ لا لعبها بالعرض. يعني لا لو لجوه لجوه لبره بس اتلعبت، لو جيرالدو واخد سرعته كان هيجيبها. انما هو في استناها توقعها في حته جت قدامه. اهي جيرالدو تاني. لا لا يعني دي اسهل الفرص. احنا بنتكلم على انه دي بقى انا في رايي ما فيهاش توفيق يا ابراهيم. يعني دي راح بسرعه حصلها وحط رجله فيها وهو بيقع، بس انا مش عارف ليه جيرالدو برضه كل الفرص عايز يجيبها من تحت. يعني شايفين حجم الفرص وعددها وسهولتها. ما يعني دي لعيبة كبيرة على ان هي تركيزها يقل قدام الجون بهذا الشكل في التعامل مع فرص. احنا بنتكلم على لعيبة الكرة كبيرة. دي بقى ما مش... يا ريت حد كان يجيبها لنا. لا احتكاك بالاثنين اتحسبت علينا مرة ما عجبناش الكلام، والمرة دي ما تتحسبش. مثلا عايزة تيجي شبر قدامه، ما عايزة تخدم. المهم يعني طيب الفوارق الفنية في المباراة مؤكد لصالح النادي الاهلي. ايوه. النتيجه ضد النادي الاهلي. وهذا هو الذي يهم. انا استاذ ابراهيم وحضرتك بص دي. يعني شوف انا خليني بس نتكلم بما فيه انا وحضرتك لينا صفات عده. من ضمنها لا حول ولا قوه الا بالله. من ضمنها ان احنا مشجعين. من ضمنها ان احنا جماهير. فانا عدلي الجمهور المشجع مفلوق ومتضايق جدا 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 وغاضب كمان. وساخط وبلوم المدرب وبلوم اللعيبه زي اي حد. لكن عندما اكون في موقف التحليل لازم انحي غضب شويه عشان اشوف الصوره. وده اللي انا عايزه منك واحنا بنشوف ماذا بعد. شوفوا يا جماعه هنقدر نعرض كتير من الفرص ونتحسر كتير ونزعل كتير ونلوم لعيبه ونلوم مدرب ونصب كل الغضب. يا الله هنقدر يعني نسترجع كل ده بشيء من الغيظ والالم ودي كمان لانه يا خبر انت بتتكلم إيه على لو بدماغه ده مش برجله جون. ايه ده؟ لو إيه راح لها بدماغه جون. ايه ده؟ نشوفها تاني مع بعض كلنا. دي فرصه مركبه. اهي بص دي ثلاث فرص في فرصه. بص اهي. ادي واحده. ادي التاني. الاخيره ديت بدماغه. يعني هو برضه جزء من لا يعني احنا والله برضه قرب المسافه برضه التوفيق يا استاذ ابراهيم. دي شوف يا باشمهندس اصل انت عارف الكره دي ايه حصل في ايه؟ دي قلشت ماشي ما لبستش. بقول لك هي اقرب لدماغه جون. المسافه بعد المسافه القصير ده برجله ما تجيش. خلي بالك لما هتنط شوف المتناول فين اهي عشان راحت ورا ظهره كويس. بس اهي ما يجيبهاش بدماغه يا ابراهيم بقى ورا ظهره. لا انا بتكلم لا مش ازاره بقى جيرالدو ورا ظهره ماشي بس أزار ورا منه. بص ما خلاص بقى تلعب يا شوارب اهي. بص رايح. لا هو لو راح عليها بدماغه لا هما الاثنين كانت نزلت هي خبطت في زمير بس نزلت. هو لو راح لها على دماغه هو لا هي بتاعت جيرالدو لو لبست في وش رجله واحده من اللي بتلعب فوق العارضه دي كانت دخلت جول. شوف المساله تحتاج شراسه في الفرص اكتر وتحتاج تركيز احسن عشان ما حدش لا يدلع لاعب ولا يقلل. طب الحل ايه؟ الحل ايه؟ لا الحل في اضاعه الفرص لازم تتحلل وكل لعيب يشرح هو كان بيفكر في ايه؟ ويتقال له تتعمل ازاي؟ وارجوكوا بجد بقى لان انا شخصيا بتضايقني حته اصله مش محظوظ واصله ما فيش توفيق. بتضايقني. لا التوفيق اعمل اللي عليك.
مش عايزين نعلق شماعه اصله ما كانش محظوظ واصله مش موفق. اعمل اللي عليك، وزي ما قلنا القاعده البديهيه جدا يعني يا استاذ ابراهيم، بس انا اقول لك حاجه، ان الله لا يضيع اجر من احسن عمل. اعمل الصح. يعني انت الفرصتين بتوع جيرالدو اللي شاطهم عمل اللي عليه؟ لا مش يعني طب. اللي ضيعها لا دي اللي في نهايه الشوط الاول ما عملش. لا استنى، ليه اللي حطها جنب العارضه وهو لا ده هنا او هنا جون يا باشمهندس. ما هو هنا وهنا ازاي التوجيه؟ انت بتجري عايز تحصلها، يبقى في سوء توجيه منه. مش لا التوجيه ده لما تكون انت راجل بتجري باندفاع، اهم حاجه انك تحصلها. باشمهندس هو واقف والكوره جت. لا اللي واقف فيها غلط. انا بكلمك على اللي قبليها فيها توفيق عدم توفيق. شوف يعني اعمل اللي عليك صح، لما تبقى واقف صح وتتصرف صح بتركيز كويس باذن الله تعالى جول. لكن تبقى واقف غلط، تمركزك غلط، تتصرف غلط، وبعد كده اصله غير موفق. لا مش غير موفق، غير جيد، غير متمركز صح، غير مركز بشكل كافي. وده الفرق بين فراوده وفراوده، والفرق فيه ماتشات كتيره جدا لعيبه تقيله بتخلصها عندنا بمنتهى السهوله، ولما بتخلص بجون الدنيا بتفتح. احنا شفنا قبل كده التشكيل الهجومي، وده برضو الجزئيه اللي لسرت يا باشمهندس. عايزين نحافظ على شكل معين، عايزين نحافظ على تكوين هجومي معين. انا كل مباراه عند التلت الهجومي اختيارات كتيره بتتغير، ناس كتيره ممكن تكون ما بتلعبش مع بعض كتير. احنا لما كان في بعض المباريات جونيور اجاير راس حربه، وقت ما كانش عندك فراوده، انت عارف انك اكتر فتره كنت بتسجل فيها اهداف في مباريات لما كنت بتلعب بدون راس حربه، يعني وزارو ومروان ما كانوش جاهزين، كنت بتلعب بجونيور اجاير ورمضان وحسين الشحات وناصر ماهر. عملت شكل هجومي رائع جدا وعملت تناغم عالي قوي، فجاه ما تلاقيش الاربعه دول مع بعض تاني. كل شويه تبديل بتوفيق كتير. الدوري راح كده؟ الدوري ما راحش بشرط واحد بس، الاهلي يستعيد الاهلي. وهقول لكم لو الاهلي عمل اللي عليه ياخد الدوري باطمئنان، باطمئنان. وده بقى اللي عايز يحب الاهلي من اللعيبه، من الجهاز الفني، من الجمهور، الدوري في متناول الاهلي اكتر من اي طرف اخر، اكتر من اي طرف اخر. فرصه الاهلي في الدوري اكتر من فرصه الزمالك واكتر من فرصه بيراميدز. وهقول لكم ليه بالارقام. الاهلي كسب 9 ماتشات متتاليه، عنده صعوبه يكسب 8 ماتشات متتاليه؟ لو الفريق ما عندوش قدره يكسب 8 ماتشات متتاليه يبقى ما يستحقش الدوري. وش ما يستحقش الدوري. عايز ياخد الدوري، هقول لكم عنده 8 ماتشات يكسبها جميع كلها، ما يستناش حد، ما يستناش اي حد، ياخد الدوري ويحتفل غصبا عن عين اي حد، ولا له دعوه مين بيخدم مين، ولا مين بيخدم على مين، ولا مين بيساعد مين. كل ده موجود وتفاصيل كتيره كان المهندس عادل بنتكلم قبل الفصل قبل الهوا. لكن كل ده لا يعنينا في شيء. ما يعنينا دلوقتي الكوره في اقدام لاعيبه النادي الاهلي، انتوا قدها ولا مش قدها؟ الجهاز الفني مستر لاسارتي ارفع راسك ودافع عن فرقتك. لازم التحدي يظهر للاعيبه، لازم يبان ان الكل انا عندي فرصه اخد الدوري، عندي 8 ماتشات اكسبهم هاخد الدوري، ماليش دعوه بغيري. هقول لكم ليه لو الاهلي كسب 8 ماتشات فرصته اعلى من فرصه الزمالك رغم ان عنده 8 ماتشات، وفرصته اعلى من بيراميدز رغم انه دلوقتي متصدر. بيراميدز متصدر تصدر سببه انه لعب ماتشين زياده عن الاهلي وعن الزمالك، لعب ماتشين زياده، فبالتالي في 6 نقاط محتملين للاهلي ومحتملين للزمالك، اللي ياخدهم يفرق بيهم عن بيراميدز. يبقى كده نتكلم لو كل طرف من الثلاث أطراف كسب كل ماتشاتها، مين اللي ياخد الدوري؟ بشرط إن الأهلي يبقى هو الأهلي اللي الناس حبته واللي الناس وثقت فيه واللي الناس عارفة يعني إيه روح الفانيلا الحمراء بجد، يعني إيه تقدر تجيب بطولة الدوري رغم كل هذه التسهيلات والتحديات والبلاوي السوداء اللي شغالة ورا الستار. ما علينا. لا باشمهندس، عنده المصري يوم الخميس، بعديها عنده الجيش أول مايو يوم 1/5، عنده النجوم يوم 5/5، وعنده الماتشات اللي ما تحددتش مواعيدها، الاسماعيلي وانبي والمقاولين وسموحه والزمالك. اذا في 3 ماتشات اتحددت وخمسه ما تحددوش. الخميس الجاي 25 ابريل
الاهلي والمصري. اول مايو يعني بعديها بست ايام الاهلي والجيش، بعديها باربع ايام الاهلي والنجوم. وكل اسبوع اصبح له قيمه كبرى. كويس. الاهلي يعني لو كسب، الاهلي لو كسب الثمان ماتشات يجمع كم نقطه؟ 3 في 8 ب 24 نقطه. يبقى ال 24 اللي الاهلي خدهم هو دلوقتي عنده 58 نقطه، يوصل ل 82 نقطه. يوصل ل 82 نقطه، يكسب كل الماتشات بما فيها ماتش الزمالك اخر ماتش. يبقى يوصل ل 82 نقطه. الزمالك هيقول لي طب ما هو الزمالك زي الاهلي، ما هو عنده 8 ماتشات. ايوه عنده 8 ماتشات، انت افترضنا ان الاهلي هيكسب كل ماتشاته يعني الزمالك خسر ماتش، فعنده 7 ماتشات. لو كسب السبع ماتشات بما فيها مباراته يوم الخميس اللي جايه مع بيراميدز، يوم الثلاثاء الزمالك وبيراميدز، الزمالك وبيراميدز 23 ابريل، الزمالك والانتاج 1 مايو، بعد كده ما تحددش لسه ميعاد، الزمالك والاسماعيلي ده الدور الثاني، الزمالك ووادي دجله، والزمالك مع حرس الحدود، والزمالك مع الداخليه، والزمالك مع الجونه، والاهلي والزمالك. الزمالك لو كسب كل ماتشاته بما فيها مباراه بيراميدز، وقلنا ان هو خسر ماتش الاهلي افتراضا، هيبقى عنده 21 نقطه، يضيفها على رصيده الحالي يبقى 81 نقطه. يبقى الزمالك يوصل ل 81 لو كسب بيراميدز وكسب كل ماتشاته وخسر من الاهلي، يبقى الاهلي ياخد الدوري. الاهلي 82، الزمالك 81. بيراميدز حاليا متصدر بزياده مباراتين على الاهلي وعلى الزمالك. باقي له الزمالك يوم الثلاث، احنا افترضنا انه هيخسر من الزمالك لانه انت افترضتها لصالح الزمالك فبتشيلها من بيراميدز. هيبقى عنده 5 ماتشات. المقصه يوم 30 ابريل، المصري يوم 5 مايو، وما تحددلوش ميعاد لثلاث ماتشات. دجله والنجوم والحدود. الخمس ماتشات دول اهو، الخمس ماتشات باستثناء ماتش الزمالك ياخد منهم 15 نقطة، أعلى رصيد يوصل له 75 نقطة. يبقى المؤثرات، اكسب كل ماتشاتك بما فيها ماتش الزمالك أنت بطل الدوري. الزمالك يكسب كل ماتشاته باستثناء ماتش الأهلي ويكسب بيراميدز ياخد 81 نقطة. بيراميدز يخسر من الزمالك، طبعا الافتراض ده كله مبني على ما انت هتشوف الزمالك وبيراميدز هيعملوا ايه. اي نتيجه بين الفرقتين هي لصالح الاهلي، زي ما نتيجه النهارده الاهلي وبيراميدز كانت في مصلحه الزمالك. لو الاهلي كان كسب كان هيعدي الزمالك. بيراميدز لما فاز دخل في الصوره بقوه. مباراته مع الزمالك يوم الثلاث يتكمل في تعزيز فرصته في المنافسه يا تبعده. لو الزمالك كسب انت ارتحت من بيراميدز مرحليا او نسبيا. لو اتعادلوا الاثنين يبقى الاهلي هو اللي كسب. لو الزمالك وبيراميدز اتعادلوا انت كسبت في المنافسه المباشره، انك وقفت الاثنين كل واحد ضاع منه نقطتين. الزمالك كسب خلصت من بيراميدز، بيراميدز كسب هم اثر على مشوار الزمالك، لانك ممكن تتعادل مع الزمالك فتاخد الدوري. يعني لقاء الاهلي والزمالك يتاثر ب الزمالك وبيراميدز نفسهم هيعملوا ايه مع بعض. يعني الظروف النظريه الاحتمالات انت قلتها بالظبط، لكن ده بشرط وحيد انك تكسب كل ماتشات. اكسب كل ماتشاتك. هل تقدر تكسب 8 ماتشات؟ الفريق اللي كسب 9 ماتشات وجي من المركز ال 15 وال 16 وكانوا بيقول لك هينزل وهيهبط والكلام الخايف ده، فجأة بقى اول الدوري. اللعيبه اللي الناس كلها كانت مبسوطه من ادائهم ومستمتعه باللعب بتاعهم وبتقول هو الاهلي بيجيب اجوان حلوه قوي، لازم أن تستعيد ده، لازم أن تسترد ده، لازم أن الضغط العصبي الناس تبقى شايفه انه اي لعيب يتم اختياره انتوا شفتوا. وده ما بنتكلمش على الاداره، لانه برضو لما الدنيا نتيجه تحصل تبصوا تلاقوا كل واحد متربص وكل واحد عشمان في حاجه بيخلط كل الورق يا باشمهندس. فجاه الاداره بقت غلطانه، طب تقول له غلطانه في ايه؟ مين فيكم ما شكرش اداره الاهلي
ومسؤول الصفقات على هذه التدعيمات القويه. ممكن انت بص يا استاذ ابراهيم، المره دي كل طلب كل اللي ردده الجمهور من ترشيحات جاءت. التوفيق هنا بقى، اللعيب يخش يعمل ايه؟ دي مش بتاعه اداره. وجي علشان ايه؟ علشان كانت المساله الرؤيه متواكبه مع بعضيها، اللعيبه الكويسه باينه، المسؤولين الفنيين ومسؤول الصفقات والتعاقدات شايفين ان دول فعلا مطلوبين، ده جاي متوافق مع ان الجمهور شايف ده، لان اللاعب الكويس لا تخطئه العين. عشان بس ما يتقالش اصل الاهلي راح جاب فلان عشان الجمهور عايزه، لا، عشان كانت المسائل واضحه جدا، كل الناس كانت شايفه ان دول لعيبه فعلا عليهم صراع كبير ولعيبه كويسه قوي، واضافتهم للاهلي يدعم قوه الفريق، عشان كده حصلت هذه التدعيمات اللي كل الناس كانت مبسوطه منها بدليل النتائج. في اخطاء في اخطاء. الجهاز الفني يتحمل، الجهاز الفني يتحمل. كثره التغييرات، عدم الاستقرار على تشكيل واحد ممكن يتجانس، فجاه لعيب يغيب زي رمضان صبحي، الاقي التعديل اللي تم في ثلاث اربع مراكز باستمرار، هي دي وجهات نظر فنيه، ما هو مؤكد ان الراجل عنده وجهه نظر غير وجهه نظرنا. النتيجه بتبين انهي وجهه نظر كانت اقرب للصح. لكن اللعيب اللي بيختاره الجهاز ويديله فرصه ويضيع فرصه، هي دي مسؤوليته هو. ان الراجل ادالك الفرصه. يعني في وجهه نظر تقول لك استاذ ابراهيم انا دوري اعمل لك التكتيك اللي خلق لك الفرص. اللعيب مسؤوليته طبقا لمهاراته انه يترجمها الى اهداف. لكن انت مثلا شايف ان نقله حسين الشحات من اليمين للشمال ما كان لهاش لازمه مثلا، قلت لي كده اصلا في مقابلها. ايوه ما سيدي انا مش بجادلك. ايوه لا في مقابلها ايه؟ انت ريحت واحد زي اجاييه يا حبيبي، انا مش بجادلك. انا ماشي مع دماغك. لكن بالتغييره دي هو يقول لك طب ما انا وصلتك للجون كم مره؟ لو حسبتهم عدد غير كافي، لو حسبتهم على نجاعه هجوميه خلاص بقى. اصل انا مش هعمل تشكيله عشان اخلق فرصه او فرصتين. ده احنا عارضين يجي ست فرص على كل لاعب. على كل لاعب انت بتتكلم على الجبهه دي كانت ماشيه ازاي؟ يعني وانت كل لعيب هيجي له كام فرصه في الماتش؟ هو فرصه او اتنين. يا استاذ ابراهيم انا مندهش جدا 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 من عدم ترجمه الفرص الى اهداف من ناس المفروض انها هداف. عارف بدايه الصح دي 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 بقى يعني الله. يعني انت متفقين فيها. انت طول عمرك بتقول اللي قاعد على الرمله هو احسن سباح. ايوه كويس بالظبط. لكن انا بقول لك دي عايزه علاج وعايزه تفسير. لو المساله بقى وصلت الى عدم توفيق اجرب حد تاني لازم. اجرب حد تاني لازم. لكن هنفضل بالطريقه دي؟ بص الكعب بتاع جيرالدو ده كان جون مبكر يبقى جميل. ايوه اهو دي مساله عايزه توفيق. عارف هو لو قريب يرضى كانت هتمشي. دي بقى بس يعني هو لا دي فيها سوء تقدير من اللاعب طبعا. لا فيها عدم توفيق ولا عدم حظ، ده سوء توفيق من اللاعب. امتى يمتص الكره هنا على صدره بشكل يحافظ بيه على المسافه ويتصرف، انما انا ببص للجون بصدري واتكلم على التوفيق. هو يعني قبل كده كان بياخدها بدماغه قدامه ما اعرفش يعني، والقرار برضه بص ماشي برضه اتفضل يا باشمهندس. لا لا خلاص يعني انا بس بدي كل الاحتمالات. لا يعني هو الفكره كلها لا ينفع التبرير ولا ينفع حتى التحليل، يعني احنا بس لان الماتش قدامنا لازم نتكلم فيه يعني. انما في كل الاحوال بكل الاعتراضات اللي احنا عمالين نقولها دي، الماتش ده كان لازم نكسبه. طبعا كان لازم نكسبه طبعا طبعا. ودي مسؤوليه تاني اللعيبه قبل اي حد تاني. ايوه ايوه عشان كده انا قلت لك ايه المواجهه الصح، ان انا انسى شماعه التوفيق والحظ، ابدا اواجه اخطاء الفنيه بجد اللعيبه. يعني انت بتتكلم يعني انا عايز اتعامل مع الفرصه انها يكون فيها اصرار اكتر من كده. بالظبط خليك شرس، عض على الفرصه احسن من كده. انت بتتكلم في مباراه الفرص الكتيره دي ما بتجيش كتير في مباريات الكبيره، ده انت جات لك كميه فرص. لا
طيب ما ده اللي بقوله، اصل انا فوجئت بيك بتقول لي كم فرصه يا باشمهندس. لا لا لا، انت بتقول لي ايه على نقل حسين الشحات في الشمال ومع هذا عمل؟ قلت لك لا مش عمل، انا مش بقول حسين عمل هنا. يا اخي انت انت ما خدتش بالك خالص انا قصدي ايه. لا انا كنت بتكلم على حسين. طيب تحديدا يا سيدي ما كنتش، انا مش بتكلم على حسين خالص، انت بتتكلم عامه. انا بقول النقله دي مش بقول حسين عمل لك كم فرصه. انا مش ماليش دعوه بعمل ايه، انا بتكلم على ان برضو مش معقوله. بص هدي فيها توفيق ولا عدم توفيق، عمل اللي عليه، انا شايف انه عمل اللي عليه في الكوره دي، ما يقدرش يعمل اكتر من كده. لكن اللي بعديها لا، اللي جات له بالطوب دي كان لازم تعامل معاها بشكل اكثر اهتماما. يعني اللي خدها فيرست تايم، لا مش دي. طيب احنا اتكلمنا على لاسارتي، طب لاسارتي وجهه نظره في المباراه ايه؟ نشوف مارتن لاسارتي بعد المباراه، لانه كلامه برضو من حقه وجهه النظر هو تبان. فكر ازاي؟ اه طبعا نعرف هو فكر ازاي، وجهه نظره اللي ممكن تكون مش واصله للناس كانت ايه. نشوف مارتن لاسارتي في المؤتمر. بيراميدز قدرت تسيطر كومبيتون جول وقدروا يهدفوا تو مو سيركا دي كومبيتير اوترو، وكانوا قريبين من تهديف هدف اخر. يا بارتير دي اي الايكيبو ميجورو، وبعد كده مستوى فريقنا بقى احسن. اي بونو كريو كو ترمينو بريمير تيمبو بيين، ونهينا الشوط الاول مستوى كويس. تويموس اغونا تشانس دي جول، كان عندنا فرص تويمو فورتونا بارا ماركار، كان عندنا فرص للتهديف لكن ما كان الحظ ما ساعدناش. اي سيوندو تيمبو بونو فوي براتيكامنتي سيمبر نوسوتروس انتنتاندو اتاكار انتنتاندو جينيرار. والشوط الثاني كان دايما محاولات مننا ان احنا نهدف. بيراميدز دافيديو بيين، وفريق بيراميدز دافع كويس. tuvimos también alguna ocasión، وكان عندنا محاولات. pero bueno no no conseguimos marcar y لكن y esa es la historia del partido. لكن ما قدرناش نجيب اهداف. No, es que de buena educación escuchar, porque si no, lo sabemos todos ahí. Los demás, eso está bien desde su punto de vista. Da bien desde luego. No hubiera sido él. Me no hubiera sido nada. Y da ممكن يكون كويس. لو انت لو كان المدرب كان ممكن تعمل التغيير. Nosotros empezamos primero en Ashur. لكن احنا شفنا ان البدايه بعاشور كانت تكون احسن. احنا شفنا كان راينا ان احنا نبدا بعاشور يكون احسن. وده كان تفسيرنا للموضوع. طبعا بعيدا يعني عن المباراه، احنا طبعا بنسجل اعتراضنا على اللي حصل النهارده مع الصحفيين. Pyramids tuvo la suerte de meter al principio un gol, y porque no hemos tenido un poco de atrevimiento jugando, y tuviste miedo de que Pyramids pueda marcar más gol, aunque. Bueno, primero que nada, quiero ser solidario con la. أنا السيتواسيون كي تان فيفيندو سونا لاستيما. بقول لك أنا بدعم طبعا موقف الصحفيين و سونا بينا بوركي سي امبورتانت يو انتيندو كي بار بار ديسارولوجو الفوتبول. بيقول لك أنا داعم لده، ولكن لتطور الكورة ده بيكون حاجة كويسة وجود الصحفيين داعمين للمجال. ديسبويس بوينو ريبيتو سون بونتو دي فيستا، يو نو لو فيو كومو إل ديسي. أنا بعتقد إن ده آراء مختلفة. الفوتبول تيني دوس أركوس. كرة القدم ليها جونين. Si Pyramids mete el segundo gol, por ejemplo, لو Pyramids دخلت الجون الثاني الماتش هيبقى اصعب. Yo creo que la situación es que nosotros tuvimos cinco chances de gol. احنا جات لنا فرص حوالي خمس فرص ان احنا نهدف.
انه مرقم وفي الاخر ما قدرناش نعمل الجول اسيسو هو كره القدم هي اهداف ايش طويلهم 2 و 3 يسددهم 4 5 هم كان ليهم ما فرصتين او ثلاثه واحنا كان لنا اكثر طويلهم فرص اكثر وممكن هم كانوا موفقين اكثر في ده لو demás lo dejo bueno cada uno tiene su punto de vista yo respeto البقيه كل واحد بيكون ليه وجهه نظره no lo comparto pero لكن انا ما بشاركش في الراي في حاجات وده ده عادي بس استاذ عمرك ازاي مشاكل عندنا يعني في مشاكل عندنا في التعيين dice que tenemos un problema en la gente que tenemos muchas oportunidades pero no meten gol. Esto pasó muchas veces en muchos partidos. Tenemos un problema en la parte delantera de esto está creo recordar que esta pregunta ya لا ان هيتش انا انا افتكر ان نفس السؤال ده اتوجه لي قبل كده nosotros tenemos los jugadores que tenemos احنا عندنا اللاعبين اللي موجودين معانا estamos trabajando para mejorar eso احنا بنحاول بنشتغل على تحسين الوضع ده يمكن النهارده كان عندنا فرص y no tuvimos la fortuna o el acierto de marcar لكن ما كانش عندنا الحظ او lo único que podemos hacer lamentarnos no podemos lamentarnos نفضل نتأسف ونأسف على ما حدث ده مش هيحصل كل اللي نقدر نعمله ان احنا نستمر في العمل عشان نقدر نخلق فرص اكتر واللي حضرتك قلتيه برضو ان احنا نقدر نهدف اكتر بس هي دي مش السؤال خالص السؤال ان المدربين عندهم مشاكل في التسديد ما هو ده اللي انا سالته له هو بيقول لحضرتك ان ده فرصه هو انهاء الهدف انهاء الهدف فيناليزار dice que finalizar es el problema la tenemos en finalizar هو فاهم فيه من السؤال يا فندم بيقول لي انا فهمت السؤال هو ده ان احنا هنشتغل يعني نشتغل على ده هو اجابته كده اتفضل يا من ايام خسرنا بطوله افريقيا او خرجنا من افريقيا ممكن hemos perdido el campeonato de África y hemos perdido hoy usted pretende dimitir. نفس السؤال اللي اتسأله في المؤتمر الصحفي اللي فات. No entiendo el fútbol de ahí. A mí me contrataron para un trabajo. أنا مش فاهم وضع الكورة هنا لكن عملوا معايا عقد لفترة معينة. No tuve la oportunidad de hacer la pretemporada. لما كانش عندي فرصة إن أنا أعمل فترة التأهيل. فترة الإعداد. Llegamos y era un caos. Había 14 lesionados. جينا في كان في كريمة كان في لعيبة مصابة كتير. Eso también lo hemos mejorado. احنا حسنا الوضع ده. El equipo estaba. El equipo estaba creo que a 12 o 13 puntos del primero. الفريق كان على بعد 12 نقطة من أول الدوري. Ahora estamos peleando el torneo. النهارده احنا بننافس على صدارة الدوري. Pero bueno, siempre digo lo mismo en esto de fútbol. لكن ده هي الكورة. Hay dos partes. في جزئين منها. Una parte es el club. فجزء هي النادي y otra parte es el entrenador. والجزء الثاني هو المدرب. Yo voy a seguir trabajando para conseguir mi objetivo que es el campeón. أنا هفضل أشتغل إن أنا أوصل لهدفي وهي البطولة. Cuando eso termine, لما ده يحصل نعمل خط ونبدأ من جديد. Porque no ha jugado Ahmed Fathi al lado de Salah Bouma. Ahmed Fathi, sorry, ¿te gustaba Ahmed Fathi? Please. Que juegue. Es imposible, si no se escucha nada. ¿Qué? Ahora me asmea Taksha. Que Ahmed Fathi que juegue como mediocampista con Salah Bouma. Porque no ha jugado. Porque no sé, es como si me preguntara. Sé por qué no jugó Ali Maalouz de extremo izquierdo, yo que sé. يقول لك ليه ما لعبناش علي معلول ظهير ايسر احمد فتحي si juega lateral derecho no entiendo dice por qué no lo ha puesto como mediocampista y por qué iba a jugar mediocampista ليه يلعب خط وسط ليه dice esto fortaleza normalmente el mediocampo cuando es la misma pregunta de Handy Fati نفس السؤال بتاع Handy Fati si va a jugar Ahmed Fati لو هيلعب احمد فتحي وحمدي فتحي وجمعة والسولاي ازاي نقدر نعملها هنلعب 14 لعيب solo una cosa importante o sea las cuestiones personales que cada uno tiene دي رؤية وجهة نظر شخصية yo le respeto cada uno tiene su idea انا بحترم ده pero bueno juegan 11 solo لكن بيلعب 11 لعيب بس فما نقدرش نعمل تشكيل بالطريقة دي دي الهزيمة الثانية اللي صار في قدام الجمهور هل شفت الجمهور
Esta es la segunda pérdida en frente del público. ¿Tú crees que la impresión del público hacia ti va a ser negativa? No lo sé. El Ali presentaba el rendimiento ha mejorado al principio contigo y ahora va como si fuera una decadencia en el rendimiento. Todo puede ser. El fútbol no es no es siempre perfecto. كره القدم مش بتمشي على خط واحد بيرفكت. Lo vemos en las grandes ligas, ¿no? بنشوفه دايما في الدوريات العالميه. السيتي hoy leía النهارده قريت المانشستر سيتي gastó 600 millones de euros. صرف حوالي 600 مليون يورو para ser campeón de عشان خاطر يكون البطل في la Juventus gastó una fortuna. صرف يوفنتوس صرف برضه فلوس كتيره y lo eliminó un equipo de chicos jóvenes. وخرجوا فريق شاب. El fútbol es uno, digo, en esto es esto es como el contador, siempre digo lo mismo. El contador se dice así, como es el عداد. Esto es semana a semana puede ganar, perder, empatar. يقول لك اسبوع من اسبوع بيتغير الحال. Acá al final paso raya. هنا بنشد خط. Fuiste campeón o no. كنت campeón o no champion. يا اما تاخد البطوله يا اما ما بتاخدهاش. Bueno, la última pregunta. Bueno, la impresión del público va a ser negativa según él. No sé, según él. لسه ما يعرفش. De hecho antes del partido en un momento no iba a haber público. على العموم كان الماتش ده هيتلعب من غير جمهور في الاول. Muy bien. La última pregunta. اتفضل. Mala suerte. No, sorry. Mala suerte no. Dice, bueno, que tuvimos mala suerte. No tuvimos mala suerte. ما كانش عندنا حظ سيء بيقول لك مش هارد لك يعني مش هارد لك مش هارد لك. احنا خسرنا النهارده ماشي. اتفضل. المفترض وانا معايا الكوره بيبقى ليها طريقه لعب وشكل في الملعب كنترول البالون بس انا عندي اخطاء كنترول البالون في الريبيانتو نورمالمente tiene que seguir mejorando como no finalizamos finalizamos tener tantas oportunidades el cuando perdía el balón bueno perdía normalmente el control y la parte defensiva es más débil dice son muchas preguntas en una misma. No entendí, no me quedó muy claro. Perdón, sorry. سؤال عشان خاطر احنا قلنا كله ف سؤال. Lo de finalizar ya lo comentamos. Sí, en la نهاية الهجمة احنا قلناها قبل كده. Cuando no tengo el balón, la parte defensiva nuestra no ha sido la más adecuada según él. Bueno, no sé. Estábamos continuamente jugando con mucha gente en ataque y poca gente en defensa. احنا كنا بنهاجم بناس كتيرة والجانب الدفاعي كان en el segundo tiempo عددنا كان اقل. No recuerdo haber sufrido mucho en realidad. No recuerdo ocasiones de ellos en el segundo tiempo. انا ما شفتش ان هجماتهم كانت مؤثرة. En el primer tiempo sí. فاول الشوط الاولاني كان en el segundo tiempo no recuerdo haber sufrido. لكن في الشوط الثاني ما كانش فيه تأثير جامد. ملخص الكلام كله كل ما هيسأل على حاجة زي أي مدير فني متوقع يقول إيه دي رؤيتي ودي وجهة نظري وحساباتي كانت كده المردود ما جاش مش معنى كده إن أنا يعني ما معناه إنه فكره غلط هو فكر عشان يعمل كذا وإن إحنا كنا أصحاب الفرص الأكتر هم جابوا جون وضيعوا فرصة وبعد كده ما لهمش فرص وإحنا طول الماتش بيدافع عن هذا اللي هي كلام كلنا مدركين وعارفين وهيقول ايه في مؤتمر زي ده يعني ما عندوش اذا كنا يعني بنسمعه عشان نسمع سر ولا نسمع خبر جديد لا مش هتسمعها منه حاجه هي وجهه نظر لكن مؤكد اذا كان اي مدرب عنده وجهه نظر قرار الاختيار بتاع الحكم نفسي كابتن عصام عبد الفتاح يقول وجهه نظره فيها ايه لو ورينا برضه يعني وانت طلبت الطلب الشرعي الاهلي طلب انه يجي الحكم ودفع الفلوس من احد الدوريات الكبيره او من احدى الدول الكبيره في كره القدم كويس ما جبتش ده المراسلات فين اللي المهندس عادل اتكلم عليها الناس اللي اعتذرت لك
انه ما فيش فرنسا ولا المانيا ولا اسبانيا. هتقول ما تحددليش حكم ولا ايطاليا، بس ترد على النادي تقول له بعتنا الكذا والكذا والكذا. ثانيا، في حد فيكم ما سمعش كلمه درء الشبهات فيما يخص الدوري السعودي؟ الدوري السعودي كمسابقه فوق راسنا من فوق، واحد من الدوريات القويه جدا، بس احنا في تقاطع مصالح واضح جدا. رئيس نادي بيراميدز وصاحب النادي السيد تركي آل شيخ، الراجل مسؤول رياضي سعودي وحاليا مسؤول الترفيه، لكنه وانا بدور كلجنه حكام مصريين بدور على منطقه الجدل والمشاكل واروح لها، ما الدنيا ما دقتش علشان الناس يعني على الاقل يا سيدي عشان ما حدش يتعلل ولا يتلكك. لما حكم يكون لعب مقيم في السعوديه، عايش في السعوديه، لعب هناك في الفتره الاخيره اخر شهرين ثلاثه 23 مباراه، اكتر ما لعب في بلده. طب هو انا يعني عايز امتى استشعر الحرج؟ امتى ممكن تستشعر الحرج؟ في مباراه للاهلي مع بيراميدز. امتى ممكن كلجنه مصريه تستشعر الحرج وتروح لمنطقه ما فيهاش اي شبهه؟ لان انت فلسفه الاختيار الاجنبي من الاول عايز حد ما يكونش عليه اي حاجه. وده مش معناه ان الحكم هو المسؤول عن الهزيمه، عنده اخطاء، عنده اخطاء في راينا زي ما هو واضح انها مؤثره جدا. مش لوحده، سبب من الاسباب، لكن انا بتكلم على فلسفه الاختيار. لماذا هذا الحرص غير المفهوم؟ وان كان اصبح مفهوم الحقيقه. وهتشوفه في الفتره الجايه بالتاكيد لما الماتشات هتشتد والنقاط هتاثر هنشوف العجب. عشان كده بنتكلم دلوقتي على ازاي ممكن تدرأ الشبهات، ازاي تقدر تحافظ على الحقوق المشروعه والطبيعيه لكل المتنافسين. دي هي دي المساله. لكن كم مباراه التوتر اللي حصل، وسمعنا المراسل قناه الاهلي بيكلم الكابتن اسلام الشاطر من الاستاد على اللي حصل، انه المدير التنفيذي لنادي بيراميدز الاستاذ محمد جمال العاصي ده كان مدير التسويق او مسؤول التعاقدات في الاهلي مع مجلس الإدارة السابق وهو وكيل لاعبين، لما احتد مع أحمد فتحي وحصل مشادات ومشاحنات كتيرة بين اللعيبة في الممر قبل أوض اللبس، إنه راح للعيبة وأنتوا مش هتاخدوا الدوري وأنتوا هتاخدوا معرفش كلام، إذا ثبت يبقى دي كارثة بجد. إن إحنا كمسؤولين إداريين، لا، أنت مسؤول سابق في النادي الأهلي أو كان لك علاقة وثيقة الصلة مع النادي الأهلي، إذا كان ده ثبت فعلا واتقال اللي اتسمع ده يبقى ده كلام ما ينفعش أبدا يوصل لهذه الدرجة خالص. بس الرد عليه من لعيبة الأهلي بقى، أنتوا مش هتاخدوا الدوري، أنتوا مش عارف إيه، الرد عليه من لعيبة الأهلي، لأنه حاليا قرارك في إيدك، قرارك في إيدك لوحدك. اكسب كل ماتشاتك، تاخد بطولة الدوري وأنت حاطط رجل على رجل قدام أي حد، ده قرارك انت مش قرار اي حد تاني، قرارك انت كلاعب وكجهاز فني، لانه ما حدش اثر معاكوا على الاطلاق. اصبحت المساله دلوقتي على المحك انك تثبت، واتمنى انه مستر مارتن لاسارتي الناس تشرح له يعني ايه الظروف الصعبه جدا اللي النادي الاهلي مر بيها قبل كده في تاريخه، وازاي بيقدر فعلا لما بيجد الجد ويستعيد قوه الاهلي واسم الاهلي ازاي بيقدر يتخطى اصعب من المهام ديت واصعب من المنحنيات دي. بس الناس فعلا تلم الفرقه كويس كجهاز، احضن على فرقتي كويس، ابدا اشتغل الثمان ماتشات اللي جايين دول مرحله مهمه جدا ومختلفه ومنفصله عن اي حاجه. انت كسبت 9 ماتشات وجيت من اسفل القاع الى قمه الجدول، برافو، عندك الامكانيات، عندك الدعم، عندك المسانده، عندك المناخ، عندك ثقة الجمهور، عندك كل حاجة، عندك الفرصة قدامك يا باشمهندس. هل يقدر يعملها؟ لازم يعملها. لازم يعملها. لا مفيش طرف في الاختيار. هو دي شرط البطولة. أيوة. يعني إيه يعني؟ يعني ما هو عملها قبل كده في الدور الأولاني. بالظبط. لكن مش معنى إن أنت حققت نجاحات إن إن إن, إن خلاص كتر خير الدنيا. لا. النجاحات دي انجزت مرحله، النجاحات دي مرحله تؤدي الى مرحله اهم. بالظبط. بس نتمنى يعني اليوم الصعب، الايام الصعبه، ال 10 ايام اللي فاتوا دول ولا ال 15 يوم يا اخي حاجه غريبه قوي.
نفس اللي حصل في الدور الاولاني. نجاح 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 نجاح، وبعدين في 10 15 يوم الدنيا اتغشلق معاك، الناس بتعرف تفرملك. ما هو انت بس بس الصعوبات بتزداد عليك دلوقتي. رجعت الاصابات وفي اللحظات المؤثره وفي النجوم المؤثره الحيره والدوشه وعدم التركيز وانه يشغلك. مهما قلت انا عازل الفرقه، مهما قلت الفرقه لحد 11 بالم مش عارف هي هتلعب بكره ولا لا. ضروري بيجي لهم تليفونات، ضروري عايشين الاحداث. يعني اتمنى ان زي ما بقول لك كده اللعيبه تدافع عن نفسها بقى. كل لاعب تاريخه في ايده، تاريخه في ايده. طيب المهندس عدلي اشار لحته الاصابات، وهنا علشان لما النادي الاهلي كان بيتكلم على ضغط الجدول وصعوبه المباريات الناس كانت بتعتقد ان ده شماعات. لما الزمالك كمل في بطوله افريقيا بدا يحس بالمشكله الكبيره، بقيه الناس مريحه بنسبه كبيره جدا. بس تعرفوا انه الاهلي دلوقتي بينافس على اكثر انديه العالم مشاركه في المباريات السنه دي، تقريبا عنده ترتيب مع انديه القمه في عدد المباريات اللي اتلعبت الموسم ده. طبعا ان انا اتحط في مع الفرق العالميه، في ثلاث فرق بتسبق الاهلي في اللي لعبوا ماتشات السنه دي اكتر في الموسم ده، تشيلسي والمان سيتي والريال. الاهلي ساوى رقم برشلونه في 50 مباراه لكل منهم، متخيلين 50 مباراه للاهلي السنه دي؟ ده الجدول اللي قدامكم الحقيقه لانه ارقامه مهمه جدا يا باشمهندس. تشيلسي لعب 55 مباراه، مانشستر سيتي لعب 54 مباراه، ريال مدريد لعب 51 مباراه. نقف بقى نقف بقى قبل ما تخش على برشلونه، اتفضل. الفوارق لا سيبك من الفوارق والامكانيات وكل حاجه. هات لي فرقه من دول نتائجها زي الموسم الماضي. ده معناه انه مؤكد اتاثروا. تشيلسي حاجه تعبانه قوي، ريال مدريد حاجه تعبانه قوي قوي قوي، المان سيتي ادي احنا شفنا السنه اللي فاتت كان زي الوحش ولوحده، السنه دي بيتعثر اهو في منافسه. طيب تشيلسي يعني اذا المشاركات بترهق بترهق، مش عايزه مناقشه. تشيلسي المتصدر ب 55 مباراه السنه دي، لعب 34 في الدوري وسته في كاس رابطه المحترفين وثلاثة في كاس الاتحاد الانجليزي و12 في الدوري الاوروبي، دول ال 55 مباراة. والمان سيتي 54 مباراة، والريال 51 مباراة، وبرشلونة 51 مباراة عدنا بمباراة. الاهلي متساوي مع توتنهام ب 50 مباراة، ب 50 مباراة. الاهلي ال 50 مباراة دول لعب 25 في بطولة الدوري، لعب واحدة في كاس مصر، النهارده 26. يعني الاهلي النهارده سوا في ال 51 تساوى مع برشلونه، واحده في كاس مصر و20 في دوري ابطال اوروبا واربعه في البطوله العربيه. بس انا هنا لازما اولا ده حاجه تضايقنا جدا، ده الترتيب اللي يضايقك انك انت غير اوروبا. المقارنه هنا شديدة الظلم للنادي الأهلي أو لأي فريق مصري لو محطوط لو عنده الرقم ده. أولاً المسافات البينية بين المواسم بره آدمية وهنا غير معقولة بالمرة. بره لما بيتقال إنه المسافة الفاصلة بين الموسمين 90 يوم مثلاً أو 80 يوم، ممنوع اللعيب يقرب من الكورة. بيعيش حياته كل ما هو محروم منه طوال الموسم بيمارسه خلال الفترة السلبية عشان يبدأ يدخل فترة إعداد بحالة مختلفة خالص. حتى مسموح له او مطلوب منه ان وزنه يبقى زياده، وكل المحظورات والممنوعات عليه لازم بيعملها في الفتره اللي بين المواسم، فتره الراحه السنويه بتاعته. انتوا عارفين ان احنا بقالنا كام سنه الفاصل بين الموسم والموسم احيانا بعض الايام، واحيانا تدخل بطوله افريقيه في بطوله افريقيه، واحيانا تلعب موسمين بقايمه هنا هي اللي كانت هنا. الوضع اللي انت فيه ده بتلعب بيه 51 مباراة،
فوارق الصحة العامة والتنشئة والقدرة على الاحتمال والصحة العامة هنا وهنا مؤكد مش لصالحنا بالمرة. حالة الملاعب اللي انت بتلعب فيها ودرجة الطقس اللي انت بتلعب فيها مؤكد مش في صالحنا خالص. السفريات الكتيرة اللي انت بتسافرها لأفريقيا وبره مصر والمعاناة اللي بتحصل مقارنة بأوروبا مش في صالحك بالمرة. الناس بتلعب في البطولات الأوروبية نص ساعة بتبقى في دولة وأحيانا جمهورها بيسافر بالقطر، وانت بتعاني كل هذه المعاناة في الرحلات في السفر إلى كل الأدغال عشان تيجي تلعب كورة. حالات الملاعب، ناس بتلعب في الغيط وناس بتلعب على البساط. فأنت للصحة العامة متساوية ولا الظروف البيئية متساوية ولا حالات الملاعب متساوية ولا حتى أجهزة الاستشفاء والتجهيز متساوية ولا الفكر الرياضي العام متساوي ولا المسابقات المنضبطة. المان سيتي ولا تشيلسي ولا برشلونة لما بيلعبوا كل هذه المباريات الجهاز الفني من البداية عنده هذا المواعيد الثابتة. نقف هنا بقى. فموزع الأحمال ومقدر كل المهام بناء على الأجندة الثابتة. خطة، في خطة. ورغم كده في نادي فيهم هيكسب والنادي هيخسر وكل الحاجات دي. بس أنا معاييرنا مع النادي الأهلي مش بس المكسب، إنه لازم شخصية الأهلي تبقى موجودة باستمرار. ما ينفعش إن احنا نتعامل زينا زي أي حد متسرع يتهزم يخش فيه جون، لا. ايوه. لازم سيناريوهات الماتشات يا استاذ ابراهيم تبقى تتحط. لو جبت جون بدري هعمل ايه؟ طب لو جبت جولين؟ طب لو دخل فيا جون؟ طب لو دخل فيا جولين؟ طب لو الحكم صفارته ضدي؟ طب لو بيلعبوا بعنف؟ كل السيناريوهات دي لازم يقابلها خطط بديله وفرقتك تبقى متحفظه ومتجهزه عليها. ما زلت بقول ان الاعداد النفسي هو اخطر ما يواجه فريق النادي الاهلي. يعني لازم يبقى محترف قوي. ايوه. تعمل ايه هنا وتعمل ايه هنا وتعمل ايه هنا وتعمل ايه هنا، والناس دي تبقى عارفه هتتصرف ازاي. محتاجين شويه وقت، محتاجين شويه وقت. عندك عناصر قويه، مؤكد عندك عناصر قويه، وهيجي لك عناصر قويه من اللعيبه المعاره اللي هي شباب صاعد في منتهى القوه. لكن كمان رمضان صبحي وفجأة مع امبارح صلاح محسن لخبطة. فانت يعني هتقول لي ما هو صلاح محسن مش مروان رمضان طبعا مؤثر، لكنه صلاح الراجل ما ادالوش خالص، ما ادالوش. بس افرض النهارده كان ممكن يكون احد الحلول. وانت ساعات في ماتشات يا استاذ ابراهيم، يعني احمد الشيخ اللي الناس شايفه ان لعبه فردي، احيانا في لحظه مش هيحلها لك الا لاعب بلعب فردي. وانا قلت الكلام ده المره اللي فاتت. جربنا التكتيك وجربنا مش عارف ايه. الحقيقه في فرق كتيره بتكسب بحلول فرديه للاعب. ما هو بحلول فرديه لما تعجزك الحيل. الجا بقى لدي. فانا لما يبقى لعيبتي جنبي ممكن تتاح لي شيء، من مش بالضروره نفكر زي ما انا بقول، لان احنا يعني شايفين انه كان موجود كل دول وما استعانش بيهم يعني. طيب خلينا نقول برضو تحديد المسؤوليات. يعني انا حددت لك الثمان ماتشات اللي باقيين وقلت لك لو انت عايز تاخد الدوري مطلوب منك تعمل ده، لو عملت ده حتما وباذن الله تعالى هتاخد الدوري وهيبقى اغلى دوري في تاريخ المسابقه بالنسبه للاهلي. بس عشان ده يحصل مطلوب تقول لي ايه اللي مطلوب على وجه التحديد من اللعيبه، من الجهاز، من الجماهير. الجماهير مش هقدر اكلمها اكتر من اللي قلناه، لان عامله اللي عليها واكتر. تمام. خلاص. حتى لما تيجي تنفذ غضبها لا. مفهوم جدا، وتقول وتهاجم وتشتم، لان هي مش بتشتم لانها كارهه اللعيبه، لا. هي بتهاجم لانها هي فرصه، هي دي اسهل واخطر فرص، لانها جت من القايم وبعد كده اتحطت بره. أو برضو عدم الضغط على اللاعب. ماشي. فالجماهير مش هتكلم معاه في حاجة أكتر من إيه؟ ما تفقدوش الثقة، مش ما ترموش الفوطة. إحنا النادي الأهلي مش هنرمي الفوطة. ما بيرميش الأهلي الفوطة. وللشباب الصغير مش عارف يعني يرمي الفوطة في الملاكمة، يعني لما يبقى الملاكم يعني المدرب شايف الملاكم بتاعه تعبان قوي بيرمي له الفوطة، بيرمي الفوطة عشان ما يأذيهوش. لا، إحنا ما بنرميش الفوطة. ما عندناش فوطة.
بإذن الله الدوري في الملعب وبإذن الله في متناول النادي. هو في متناول النادي الأهلي في متناول النادي الأهلي بإذن الله. طيب ده جمهور الإدارة جهاز. الإدارة أخذت بالأسباب، جابت اللعيبة، تدخلت، إدت جزاءات، حسبت إدت حوافز، إذا صلحتوا الأمور ممكن أعوضكم إزاي عن الجزاءات دي بس بإنتاجكم، من غير إنتاجكم لأ. يبقى الاثنين اللي هم مش في إيدنا، هم في إيد بعض، الجهاز الفني واللعيبة. الجهاز الفني فورا يجب أنه يلجأ للشركات المتخصصة، مش في علم النفس، في إدارة الحوافز. يا جماعة مش عيب، اسمه أجاسي، كان في لعيب اسمه أجاسي بتاع تنس، كان وقت سامبرس لازم يغلبه، راح استعان بفريق مدربين للياقة البدنية ومدرب للياقة النفسية، قعد له 3-4 سنين ما حدش بيجي ناحيته، اكتسح. بيقول له حاجة صغيرة، بيلمس في شخصيته حاجة، بيريحه في حتة، بيفك كل عقدة. مش ضروري يبقى عنده حتى مش ضروري عقدة، بس بينبهه انك انت مثلا لما تخسر نقطة انت بتتصرف بالطريقة الفلانية دي بتحبطك، لا اتصرف بطريقة تانية. البادي لانجوج بينشط له حوافز، حتى البادي لانجوج طبعا، لغة الجسد، لغة الوجه، لغة كل ده اصبح النهاردة مؤثر في كل شيء. فأطالب فورا بأن يكون حاجة زي كده موجودة. هل النوع ده من التخصص موجود في مصر؟ لا، أرجو. كان في فترة جبنا حد ما أعرفش استفادوا منه ولا لا. لا بالتأكيد في أساتذة. يعني أنا أقول لك حاجة، أديلك المثل الواضح جدا. الجوهري جوسيه. ما كانش معاهم ناس أخصائيين، بس هم كانوا أخصائيين. أيوه شاطرين في دي. كان يقدر كل واحد يطلع أفضل. لو استطاع، هنا لقيت اللفظ اهو، لو استطاع الجهاز الفني والاداري استخراج افضل ما في كل لاعب، هيلاقي عنده فريق مرعب، لان عنده لعيبه فيها امكانيات كويسه. خلاص ايه اللعيبه بقى؟ ده له وقت زعل، ولا هو وقت امس، ولا وقت احباط، ولا وقت كل واحد يفكر في نفسه. لا ده انا بالعكس، لو انت عايز تفكر في نفسك، فكر في نفسك انك تجيب بطوله لنفسك. ايوه يعني انت مطالب قدام نفسك انك تنصف نفسك. لما يجي واحد طول النهار يا استاذ ابراهيم يزعق لك، والله ما انت فالح، والله انا حصلت لنا وانا في المدرسه، جه في اولى ثانوي ما كنتش يعني مركز قوي في الجبر والمثلثات والحاجات دي، ففي مجلس الاباء خالي جه ليا فبيقول له السنه الجايه في تخصص رياضه واحياء وكيمياء. انا بنصح عدلي القيعي ماليش دعوه بالرياضه خالص خالص، اذا كان عايز يكمل ويعرف ياخد ثانويه عامه. الكلمه دي ضايقتني جدا، وصممت ان انا اخش رياضه، وبقيت اجيب الكتب التهمها واحل المسائل، لدرجه بقيت احل مثلا مش عارف الجبر بالحساب المثلثات. ده الحافز، انك تاخد من السلبيه والهجوم عليك، انك انا حاسبت للاستاذ حمدي، فاكر اسمه، ان انا لا استاذ حمدي لا انا، وبقيت افوت عليه واقول له ازيك وبتاع، يقول لي انت عامل، اقول له كذا، يقول لي غريبه. يعني حطيت دي في دماغي، لما اخد من الهجوم عليا حافز ان انا ارد، يبقى لازم هجيب نتيجه. المساله يا استاذ ابراهيم مش صعبه، بالعكس احنا الاقرب زي ما انت قلت، ما زلنا بالورقه والقلم، لو كسبنا كل ماتشاتنا باذن الله هنعدي. ممكن ممكن اللعيبه مع بعضها بقى تتكلم في كميه الملعب، نبتدي نتكلم نتحرك لبعض ازاي، بينهم ببعض شفره، اللعيب كل واحد ينبه المدافع اللي جنبه، ويبقى عينه مش يعني مش عينه على الكوره، عينه على الكوره والخصم، لان الكره بتخدعك، الكره انت تبص لها هنا تلاقي الراجل لوحده هنا، فيحصل ترحيل الكلام بتاع الكوره. هذا كلام نصيحتي، وكلنا نثق في نفسنا بقى. ايوه
وناخدها بتحدي، لان علينا شغل كبير قوي. احنا يا جماعه علينا شغل كبير قوي، احنا مش بناخد حقنا، ومشغولين قوي بان تصدير المشاكل وحلها. ومش معقوله كل ماتش مجلس الاداره يخش في اختبار قوه، يا يمشي كده، يا ومش معقوله كل ماتش يتقال يا جمهور يا مش حالة. ما ينفعش الكلام ده، لازم الليله دي تخلص. والليله دي عشان تخلص الحق حق ان يتبع. الانديه المنافسه بتلعب بجمهور، الاهلي حقه يلعب بجمهور. ما ينطبق على الاخرين ينطبق على الاهلي، ومش محتاجه لا اختبارات قوه ولا اثاره مشاكل. المسائل تتنفذ على الجميع بالنسبه للجهاز واللعيبه. لازم ان الثمان ماتشات اللي باقيين يتم التعامل مع كل مباراه على حده على واحده على حده، وحدة منفصلة عن أي مباراة. ما فيش حل إلا كده. ما ينفعش أفضل أبص على الجدول كله. لا. ثانيا لازم كمان أهتم قوي بدراسة المنافسين، دي نقطة مهمة جدا. لازم الفريق اللي هينافسني يتذكر كويس قوي. إحنا بنتكلم على أندية مصرية، بنتكلم على أندية مصرية يعني كل مبارياتها متاحة وكل معلوماتها معروفة. لازم ناخد كل مباراة وحدة منفصلة بحد ذاتها. لازم اوصل لافضل شكل متجانس ويثبت لاطول فتره ممكنه. لازم احافظ على منسوب الاداء الجماعي وتطوره. التباديل والتوافيق الكتيره مش في صالح الاداء الجماعي، الكلام اتمنى انه يكون فعلا احنا بنلمس الحقيقه فيه. واي لعيب الجهاز يختاره يثبت انه فعلا الجمهور اللي بكى في ملعب برج العرب وهو بيهتف لكم الدوري يا اهلي حقه عليكم كبير قوي. لانه بعد الخروج الافريقي الناس اللي احتشدت والناس اللي حيتكم والناس اللي قالت برافو انتوا طلعتوا مرفوعين الراس، الناس دي حقها عليكم كتير جدا. دمتم للاهلي دائما ودام لكم الاهلي باذن الله تعالى ورغم انف كل الحاقدين بطلا شامخا. وعلى خير نلتقي مساء الاثنين القادم إن شاء الله. تصبحوا على خير.